السلام عليكم اخوانا ومرحبا بكم في هذا الفيديو هذا. كنتمنى ان ينال الاعجاب ديالكم. اليوم اخوتي جيت نوريكم طريقه باش تجمعوا السوايع بطريقه مضمونه وبطريقه سهله. غير هو خص يكون عندكم بي سي ضروري، من البي سي على الاقل تكون فيه الكونفيغوراسيون وشويه تكون مزيانه، فهمتي؟ لان تخدم بزاف المتصفحات. ونوريكم طريقه سهله باش تجمعوا هاد السوايع هادو، طريقه مضمونه 100% ما كاين حتى شي مشاكل، حتى تكمل 4000 ساعه. ما طلبش منك الوقت بزاف وما تحتاجش حتى شي واحد باش تدخل هاد السوايع هادو. المهم تابع معايا الفيديو. اول حاجه اخوتي اللي كنمشيو ليها كنمشيو لجوجل كروم. المهم اي متصفح عندك، الا لقيتي عندك هاد ديال لقيتي عندك مايكروسوفت ايدج ولا اي متصفح، المهم من الاحسن خدم كروم. الكروم طريقه مضمونه ومزيانه، هو ساهل حتى كاين شي متصفحات كتوحل معاهم، فهمتي؟ تقدر تلقى شي مشكل تخلي الفيديو وانت خدام تلقى شي مشكل. المهم خوتي نوريكم الطريقه. اول نحيدو علينا هاد الشيء هذا، خلي هادي فهمتي. المهم كتجي لهنايا، انا دابا ديجا داخل الجيميل ديالي فهمتي. حنا غادي نخرجو من هاد الجيميل هذا كاع، نديرو ديكونيكت كيما كتشوفو. حنا دابا خرجنا من الجيميل، نحيدو كروم نعاودو من الاول. هانتوما ما تشوفو، غنمشيو دابا لجوجل كروم هايا. بحال عاودنا من الاول غتلقاو جوجل كروم بحال ما كان، متحتاجش تدخل الجيميل ديالك ولا شي حاجة. كتجي لهاد هاد الساط هاد اللي هنا اللي مرسوم هنا فهمتي. شي انا ديجا حل الكونتات هنايا، هاهما 1 10 11 12 15 فهمتي. هادو هما باش كنجمع السوايع انايا. تابع معايا الفيديو مزيان. كتجي لاجوتي هايا، كتجي لكونتيني 50 زعما كاين بلا ما تدخل الايميل ديالك او الجيميل ديالك مهما كان، كدير كونتيني 50. هنا كتسميه واحد ولا جوج كيما بغيتي، انا ممكن نعلمهم غير بواحد. انا دابا ديجا مدخلهم، غندير هنا سي سي فهمتي. هنا كديكروشي على هادي باش ما يبقاوش عندك في البيرو ديال البي سي، كتحيد هادي كدير اوكي. هاي كيطلع لك المتصفح بحال ما هكا. ملي كيطلع لك بحال ما هكا كنخرجوا منه، نمشيو عاوتاني هنايا كنديرو اجوتي. تابع معايا الشرح مزيان. كدير كونتيني 50 بحال ما كان بنفس الطريقه وانت غادي معاه، كتسميها كيما بغيتي فهمتي. درنا سي سي نديرو هنا في في كاع كيما بغيتي. شو كدير كري ان ريسورسي صغير ليبرو، كتحيدها كدير اوكي، كتحيد هادي عاوتاني من التصفيح. المهم انت كتبقى غادي باش منطولش عليكم، كتبقى غادي بهاد الطريقه هادي غير من الاول غتبداها صافي غادي تعرفها مزيان. المهم داكشي اللي درنا غنمشيو لهاد البلاصه هذا باش نلقاهم فيها. كتورك هنايا كنزلو لتحت، هاي عندي سي سي، هاي في في فهمتي. كنوركو على سي سي، كنوركو على شي متصفح كيطلع لينا بحال ما هكا. تابع معايا الشرح. كنجيو لثلاثة الشرطات هاد النقطات، ثلاثة النقطات كتورك هنا كدير نوفيل فين تخدم نافيغاسيون بريفي، كدير المتصفح الخفي فهمتي. كتورك هنا هاهو طالعين دابا المتصفح الخفي شتي. هاهو كنحيدو المتصفح الاخر هاديك اللي طلع علينا هذا، هاكا كنمشيو نرجعو عاوتاني المتصفح ديالنا. كنجيو لي عاوتاني هنايا كنمشيو لفي في، هاهو كطلع علينا عاوتاني المتصفح. كنمشيو لثلاثة النقطات كدير عاوتاني ديال المتصفح الخفي، هاهو جا في الثالثة فينتر نافيغاسيون بريفي هاي شتي. المهم انت كتبقى غادي بحال هكا كتاجوتي، كتجي هنايا كتبقى تاجوتي فهمتي. كدير 50 صافي، كتسمي كما بغيتي، كتحيد هادي كدير اوكي صافي. ملي كتكملهم كتمشي لهنايا البلاصه من اجوتي شيهم، كتنزل هاي دابا ديال اللي خربقنا، كتنزل هنايا كتجي كتشد النقطات نوفيل فينتر نافيغاسيون بريفي، هاي كتعرف بحال هكا. كنحيد المتصفح الاول، ومن هنايا انا مثلا ندخل القناة ديالي نوريكم كيفاش غادي تخدموهم. ولكن ضروري خص يكون عندكم فيديو على الاقل فيه 5 سوايع فهمتي، ضروري من 5 سوايع مزيان. متقلبش على فيديو تكون فيه ساعة ولا ساعتين، انا ندخل لواحد القناة ديالي انا تشري تشارجي واحد الفيديو راه يمكن ليكم تستعملوه فهمتي. انا مسامح البنادم باش كيستعمل ديك الفيديو هذيك ملي عطيت الترخيص. نجيو هنا غنكتب القناة ديالي هايا،
هي القناه ديالي. شان طالعت في الاول هنايا غادي نقلب على ديك الفيديو اللي فيه 5 سوايع ديالي. تابع معايا الفيديو مزيان. ها هو الفيديو اللي فيه 5 سوايع، شي فيه 5.5 كنخدمو هنايا. ها هو شي، وخلي الصوت خدام فهمتي. كتجي البارامتر ديال هنايا، كتنقص من الريزولاسيون ديالك ديرها تخلي على 144 بي. كنمشيو لهنايا كنديرو كوبي ليا، كنمشيو للمتصفح الاخر، كتجي هنايا كتكوليه، كترجع تجي عاوتاني البارامتر ريغلاج ديال اليوتيوب، كتجي هنايا 144 عاوتاني بي، كتخلي الصوت خدام. الطريقة باش مديروش النويز ديال الصوت، كتجيو لهنايا لهاد الصوت، كدير اوبن فوليوم ميكس، كنحيدو الصوت ديال جوجل كروم. هاو انا ديجا محيدو الشي، هاو ديجا محيدو. يمكنك تخدم بشي متصفح واحد اخر، كتحل 10 الباجات. الى حليتي 10 الباجات بحال ما كون متصفح خفي، كتعطيك 50 ساعة. 50 ساعة الا ضربتي غير في النهار مزيانة، من الاحسن غتخدم 10 الباجات بالنهار و 10 الباجات بالليل، عندك 100 ساعة غتضربها في 24 ساعة. 100 ساعة غتضربها مزيان، ها انت جمعتي السوايع ديالك فهمتي. كتخليهم خدام، كتنساهم صافي، كتخليهم بحال ما كاين. الا كان عندك جوج ايكرونات فهمتي، كتحول هاد الباجات بحال ما كتجرهم صافي، كتحطهم في الايكرون الاخرى وكتبقى خدام انت هنايا، باش كتجيك القضيه ساهله. وهو من الاحسن خليهم بحال ما هكا، ما تهبطهم ما والو نهائيا فهمتي. المهم خوتي سالينا من هاد الشرح هذا، نحيدو هاد الباجات. المهم هادي هي الطريقه المضمونه باش كتجمع السوايع ديالك. انا ندخلكم القناه ديالي باش تشوفوا السوايع اللي جمعت. نوريكم الطريقه باش تجمع السوايع فهمتي. كندخل القناه ديالي، اسمحوني ندخل الكود. كما كتشوفوا خوتي ديال القناه ديالي، عندي يعني جوج قنوات، وحده خاصه بالراب ديالي كما كتشوفوا هي كلاشينكوف، وديك كرم هانسم هذه القناه ديالي، حط فيها الرياكشن فهمتي. المهم هذه القناه ديالي، الا بغيتي تعرف كيفاش كتجمع السوايع كدير هنا تدخل فيديوهاتك فهمتي. الا كنت بلونغلي كد يور فيديو، شنا عشان كنخدمها بلونغلي فهمتي. صبروا لي واحد شوي كما كتشوفوا، ها انتم خوتي كتجي هنا تحقيق الربح. شوفوا شحال عندي من ساعة، 2962 ساعة عادي تصور. قسما بالله كتهدي 8 سوايع. القناة عندي ضربات جيل 4 سنوات لي عندي، هي 4 سنين وهي عندي، ما كنتش خدام عليها، الله خدمت عليها فهاد الشهرين هادي. تصور من 8 سوايع فهمتي، يعني ملي كتميك على القناة ديالك المهم مكنتش عارف مزيان. انا راه بديت في اليوتيوب من زمان، باقا بنادم ما كيعرفش شنو هو اليوتيوب، باقا تصور التليفونات باقا ما داخلينش للمغرب، هذاك الطاكسي باقا بنادم ما فهمتي، حتى باقا ما عرفش بنادم تيصور فيديوهات ولا شي لعيبه. دخلت في ديك الوقيته انايا، ولكن ما تعمقتش بزاف. ما كنت دخلت في ديك الوقيته راه كون درنا شحال هادي شحال حاجه. كما كتشوفوا خوتي 1962 جمعت غير بهاد الطريقة فهمتي، الطريقة مضمونة 100% وهي أحسن طريقة، بلا ما تحتاج تمشي تخلص تعطي 1000 درهم. ولا إذا كان عندك بيسي دير هاديك الطريقة اللي وريتك، هذا بيسي واحد، ولكن عندك جوج بيسي يكون عندك بيسي بيرو، بيسي بيرو تكون قوي على البورتابل فهمتي، حيت الكونفيكراسيون كتكون شوية واعرة.
يكون عندك بيسي بورتابل تودير فيه نفس الطريقه وتجمع السوايع في اقل تقدر تجمعها غير في الشهر. انا هادشي تقريبا جمعته في شهرين وبقى خاصني واحد 1050 ساعه تقريبا، وهذا مازال خاصني مشترك، يعني عندي 173 مشترك، ما تعولوش على بنادم. المهم بقاو غاديين وتلوحوا الفيديوهات يوميا ولا نهار نهار لا، فهمتي؟ ان شاء الله تنجح القناه ديالكم. انا ديجا مسافط لهم هاي كتب لي انا سنرسل اليك رساله الكترونيه عندما تصبح مؤهلا لتقديم الطلب اسمحوا لي، فهمتي؟ المهم هذه الطريقه المضمونه 100% بجمعوا السوايع ديالكم كما كتشوفوا هذو السوايع ديالي المحتوى ديالي. انا دابا راه خدام على الرياكشن، كندير شي فيديوهات وغادي نولي ندير هذا، غادي نولي ندير فوتوغراف. غير تابعوني، ما تنساوش تدخلوا القناه ديالنا وتابونوا فيها وتفعلوا زر الجرس ديال القناه ديالي كما كتشوفوها هاي. نتمنى من الله تقبل لينا ديال القناه ديالي. شو هي هذه؟ المهم خوتي كملنا معكم هذا الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم. ما تنساوش تدخلوا القناه ديالنا وتابونوا فيها وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. نتمنى يكون عجبكم هذا الشرح هذا وشرح اخر ان شاء الله.